شوف أهم الأخبار العالمية والمحلية وأخبار محترفين في الخارج. الأهرام، المنتخب الوطني كامل العدد استعدادا لمواجهة سويسرا غدا. الجيري يضع اللمسات الأخيرة على التشكيل والخطة وطرح التذاكر اليوم. الأخبار المسائية، الرتوش الأخيرة، تدريب المنتخب يحدد ملامح التشكيل وكوكا الأقرب لقيادة الهجوم. روزال يوسف، كارثة، الخبراء يطالبون بعدم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين ويؤكدون سيدمر الكرة المصرية. اليوم السابع، الجيري ينتقد استهلاك أرضية استاد السلام قبل مواجهة سويسرا. كورة، رمزي يكشف حقيقة طلب ليفربول بشأن صلاح. مدرب سواتيني، جهزنا اللاعبين لمواجهة نجمهم المفضل صلاح، ده من الشروق. في الجول، تقرير صلاح كان جزءا من خلافات زيدان مع إدارة ريال مدريد التي أدت لرحيله. البوابة نيوز، برشلونة يقترب من محمد صلاح بعد موافقة ميسي. الوفد، نادر رشاد لعبوا شباب صلاة شرفونا. الأخبار الليلة، الزمالك يواجه سمنود في أمسية كروية بالكأس. جروس يحذر لاعبيه من الاستهتار والدلع، والمكافآت شعار الفريقين لتعزيز الطموحات المشروعة. سوبر كورة، الإسماعيلي يفوض فييرا لإقناع بامبو ومتولي بتجديد تعاقدهما. سكاي نيوز، بعد ضربه لحكم، توران يكسر أنف مطرب تركي شهير. نجم مانشستر سيتي، هدف ريال مدريد الجديد لتدعيم الهجوم، ده من آس. بي بي سي، محامي رونالدو، مزاعم الاغتصاب ملفقة بالكامل. سبورت 360، صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين اليونايتد وتوتنهام في الشتاء. طيب، أخبار عديدة مهمة، سواء أخبار محلية وأخبار عالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج، لكن هنتكلم عليهم بعد التفصيل، أو هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد هذا الفصل.